حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، ما مصير الأطفال الذين يتوفاهم الله بشكل مفاجئ نتيجة مرض أو غرق أو حادث؟ من أكثر ما يؤلم الإنسان فقدان ابنه، وبخاصة إذا كان مدللا، إذا كان مطيعا، إذا كان بارا بأبويه، إذا كان وحيدا أحيانا، شيء مؤلم جدا، من أصعب الاختبارات التي يمكن لإنسان أن يتعرض لها. ربما فقدان الكبير شيء طبيعي، لأن الموت هو النهاية الطبيعية لكل الكائنات، ولكن هذا الطفل لم يتذوق طعم الحياة بعد، لم يرى من الحياة شيئا. هذا الطفل كان قرة عين بالنسبة لأبويه، كانت أمه تأنس به، كان أبوه ينظر إليه ويرى الفرح في عينيه، يشعر بالسعادة، بالدفء، بالطمأنينة لاحتضان هذا الطفل، أو لمس هذا الطفل، أو تقبيل هذا الطفل. فجأة يختفي كل شيء، سبحان الله. إلى أين يذهبون هؤلاء الأطفال؟ ما هو مصيرهم؟ وطبعا الإنسان تحت سن البلوغ نحن نعلم أنه لم يجري عليه القلم ولا يحاسب. نريد أن نفكر من وجهة نظر قرآنية أيها الأحبة. كل من لديه طفل فقده، أنا أريد أن أعطيه هذه المبشرات القرآنية. أنت أخي الحبيب لا تعلم الغيب. قبل ذلك أنا أود أن أقول لك أخي الحبيب، إذا يا من فقد طفله، اعلم أن الموت جاء لمصلحة هذا الطفل يقينا. فإذا ما علمت ذلك سترتاح وتهدأ، لأن الله هو الذي يحدد الأجل، ولست أنت ولست أنا، وليس أطباء الدنيا. الله هو الذي يختار الأجل المناسب لعباده. إن كان كبيرا الله سبحانه وتعالى يعطيه كل الفرص، ملايين الفرص يفتحها أمامه حتى يستنفذ كل الفرص فيأتيه الموت. بالنسبة للأطفال، الطفل لا يحاسب لأنه طبعا غير مكلف تحت سن البلوغ. طيب أين يذهب هذا الطفل؟ ولماذا اختار الله له الموت؟ بما أن الله هو صاحب القرار، فأنا أقول لكم يجب أن نرضى بقرار الله عز وجل. تأمل معي هذه الآية أخي الحبيب، وحبذا لو تحفظ هذه الآيات وتكررها، الآيات التي سنقرأها في هذا اللقاء، سترتاح جدا. الآية الأولى، الله تعالى يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن كتاب عند الله سبحانه وتعالى مكتوب فيه تاريخ الوفاة والأسباب والأعمال وتفاصيل حياة هذا الطفل مكتوبة في كتاب، لكل أجل كتاب. إذن عندما أقتنع أن الله عز وجل أذن بموت هذا الطفل، أنا أرتاح، لأن الله لا يريد لي إلا الخير. وهناك أمور أنا لا أعلمها، الله هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى. الله يرى المستقبل،
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولدينا مثال رائع من قصة الخضر عليه السلام الذي آتاه الله العلم اللدني، هذا فوق العلم العادي أخي الحبيب. سيدنا موسى كان لديه علم من الله، وكلم الله سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما. والنبي موسى هو أكثر نبي ذكر في القرآن، وأكثر قصة تكررت في القرآن قصة موسى، وهو من أولي العزم، وهو من أكثر الأنبياء الذين أوذوا وصبروا وجاهدوا. على الرغم من ذلك كان علم سيدنا الخضر عليه السلام أعمق بكثير. عندما صاحبه ومشى معه كان هناك طفل جميل بريء، تبدو عليه براءة الأطفال، طفل ذكي، نفس ذكية. فاقترب منه الخضر عليه السلام وضربه ضربة واحدة فقتله. سيدنا موسى على الرغم من العلم الغزير الذي لديه، والتوراة أنزلت عليه والتشريعات أنزلت عليه، وكلم الله والله تجلى للجبل، على الرغم من ذلك استنكر هذا الأمر، قال لقد جئت شيئا نكرا، شيء منكر، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الخضر هنا قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فهنا أيها الأحبة سيدنا الخضر لو لم يفسر لنا هذا الأمر لا نستطيع أن نصل إلى الحكمة بعقولنا، لأن موسى عليه السلام لم يصل للحكمة، وإلا لما استنكر، لو علم الحكمة لما استنكر هذا الأمر. الخضر كشف الحكمة من موت هذا الطفل. هذا الطفل أو هذا الغلام قد يموت في حادث سيارة، قد يموت غريقا، قد يموت تحت عملية جراحية، قد يموت بسبب دواء بالخطأ أخذه. أسباب الموت كثيرة، قد يقع من الطابق السابع مثلا، النتيجة واحدة هي الموت. ولكن هنا أراد الله عز وجل أن يعطينا درسا، أن هناك أسرار في الكون فوق عقولنا، يجب ألا نعترض على قضاء الله، بل نوقن أن الله لا يختار لنا إلا الخير. عندما شرح سيدنا الخضر هذا السر تبين لنا أنه محق فعلا، وما فعلته عن أمري، هكذا قال، كله بأمر الله. لأن الخضر يعني حتى الخضر علمه من الله، لأن الله يقول في حقه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، من لدن الله عز وجل، علم مباشر هذا من دون واسطة، العلم اللدني. عندما وضح الصورة سيدنا الخضر وقال، شرح له أن هذا الغلام في المستقبل سيصبح كافرا طاغيا فاسقا، وسيرهق أبويه طغيانا وكفرا، ليس طغيا بل كفر، سيجعل أبويه يدخلان في الكفر والعياذ بالله والطغيان، سيرهقهما من شدة الأذى والعقوق والكفر والفسق. أراد الله عز وجل أن ينقذ هذا الطفل من كفره فتوفاه قبل أن يبلغ، وبالتالي دخل الجنة.
وأنقذ الأبوين من كفره، ولم يتركهما هكذا، بل عوضهما بطفل صالح يكون سببا في دخولهما الجنة، فالعائلة كلها دخلت الجنة. لاحظ أخي الحبيب، فإذا هنا يوجد أسرار عليا نحن لا نستطيع أن نصل إليها. هذا الطفل مات، توفاه الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إذن هذا الأمر فيه خير، لأن الله لا يختار إلا الخير، علمنا أم جهلنا. القضية الثانية أن هذا الطفل أخي الحبيب لا يحاسب، هنيئا له، لم يدخل في متاعب الحياة ومشقات الحياة، ربما الله عز وجل أراد أن يكرمك بذلك، هذا الهدف الثاني، وهو مهم جدا أن يكون ابنك في الجنة. يعني ما مصير الأطفال الذين يموتون؟ نحن طبعا حسب معلوماتنا نقول في الجنة قبل البلوغ وقبل التكليف، بعد البلوغ أمره إلى الله. طيب، هذه ميزة جيدة أن ابنك في الجنة. طيب، هذا الابن الذي توفاه الله سبحانه وتعالى، يا هل ترى هل صبرت؟ يعني أنا الآن الهدف الثالث أن الله يريد أن يبتليك، ولنبلونكم، احفظ هذه الآية وكررها دائما، كلما حزنت على ابنك أو أي إنسان فقدته، زوج أو زوجة أو ابن أو أب أو أخ، احفظ هذه الآية أخي الحبيب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. ستفقد هذه الأنفس حياتها، وأنت ستبتلى بهذا الأمر، وسترى هذا الأمر أمامك. والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب، ماذا تريد أجمل من ذلك؟ الرحمة والصلوات، أي الحفظ والرحمة والحماية والرزق تنزل عليك، الله يحفك برحمته سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أن تصبر. وبشر الصابرين، ما هي علامات الصبر؟ أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن البلاء أخي الحبيب مهم جدا في حياتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أوذي كما نؤذى، واستهزئ به كما يستهزأ بأحدنا، وجاع كما نجوع، وعطش كما نعطش، وتعب كما نتعب، وصبر كما نصبر. بالإضافة لكل ذلك، حتى إنه اتهم في عرضه وفي أزواجه رضي الله عنهم، كل هذا، وفقد أيضا ابنه إبراهيم. يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، كسفت الشمس، والناس أسرعوا ليقولوا كسفت الشمس بسبب موت إبراهيم، هكذا كانت الثقافة في ذلك الوقت في القرن السابع الميلادي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وضح لهم، على الرغم من أن أحدنا يعني يحب أحيانا العظمة ويحب المظهر ويحب، هذه طبيعة في الإنسان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمح لهم أن يعتقدوا عقيدة خاطئة أن الشمس يمكن أن تكسف أو تخسف لموت إنسان، حتى لو كان ابن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أخي الحبيب، هنا لنا مثال رائع في حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما صبر على موت ابنه إبراهيم.
إذن أنا ينبغي أن أصبر أيضا. شيء آخر أخي الحبيب، أنت لا تدري عندما توفي هذا الطفل في هذا الحادث أو هذا المرض، لا تدري ماذا سيحدث، كيف ستتغير حياتك فيما لو كان هذا الطفل موجود. لا تدري ماذا سيحدث، ماذا سيتغير. وبالتالي بما أننا لا نعلم الغيب، الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الغيب عند الله، الله هو الذي يختار، الله هو الذي يقدر. أنت مهمتك كعبد أن ترضى بقضاء الله، أن ترضى ببلاء الله، أن تصبر صبرا جميلا. انظر إلى سيدنا يعقوب عليه السلام كم صبر لفقدان ابنه، وكان يزرع الأمل في نفوس أولاده الذين يئسوا من إيجاد يوسف، يوسف عليه السلام. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. احذر أخي الحبيب أن تيأس ولو ثانية من روح الله، من رحمة الله، لأن اليأس في القرآن هو الكفر، اليأس من الله كفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا ينبغي أن تسلم أمرك لله، أن تصبر. والله الاستماع لسورة يوسف يعني تواسي كثيرا، نزلت في أصعب الظروف على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذه السورة بالذات، عندما كان يؤذى وكان يشتم وكانوا يعملون على تشويه سمعته وحاصروه اقتصاديا وفعلوا كل شيء لتشويه سمعة النبي وللتخلص من هذا النبي الكريم ولإيذاء هذا النبي. في هذه الظروف الصعبة جدا أنزل الله عليه سورة يوسف ليواسيه. سورة يوسف أيها الأحبة، والله لو كانت هموم الدنيا وأحزان الدنيا كلها فوقك تجد أنها مثل جبل الملح تذوب إذا نزل عليه المطر، تجد الراحة النفسية عندما تستمع لسورة يوسف عليه السلام، وبخاصة عندما أصيب هذا الأب بالعمى، فقد بصره، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لذلك أخي الحبيب إذا فقدت طفلك سلم الأمر إلى الله عز وجل، ارضى بقضاء الله، تذكر آيات الموت، تذكر أن الموت حق، أكثر من الدعاء له لأن الدعاء يصل، أكثر من عمل الخيرات لأن العمل الصالح يصل له، أكثر من قراءة القرآن على نية أن يصل ثواب هذه القراءة له، وسيصل إن شاء الله. أعفو عن الناس، تسامح، حسن أخلاقك مع بقية أهلك، اصبر، احتسب عند الله، قل حسبي الله ونعم الوكيل. هذه آية أنا أود أن أختم بها. لو كان عليك مثل جبل من الهموم والديون، الله سبحانه وتعالى يقضي دينك ويذهب همك. حسبي الله، احفظها رجاء، يعني مهمة جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها 7 مرات.
هذه قبل آخر آية من سورة التوبة، أو آخر آية عفوا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كررها 7 مرات. حسبي الله يعني الله يكفيني، لا أريد أحدا، أنا معي يا ربي، يكفيني هذا الإله العظيم، هو حسبي. عندما تقول لشخص حسبك يعني يكفي، فالله حسبي أي كفايتي، يكفيني، لا أريد أحدا غير الله عز وجل. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين والمحتسبين والمؤمنين بقضاء الله، الصابرين على بلاء الله، الراضين بما قسم الله لنا وقدر علينا، إنه هو الحكيم وهو العليم، والله عز وجل لا يختار لنا إلا الخير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.